C'est la même. On passe à la télé. وفضاء التقاء وتبادل خبرات ومعارف بين جميع الفاعلين اللي عندهم علاقه. فبالنسبه للدوره الثالثه من معرض الوطني للمراعي فهي دوره اللي هذه السنه يعني دوره اللي بدات انها الملامح انها دوره تكون جد ناجحه من خلال الحضور وكذلك من خلال يعني القرارات المهمه اللي تاخذوا في هذه الدوره خصوصا يعني الاعطاء انطلاقه للقانون الجديد 1313 اللي تم التفعيل ديالو واللي تعرف يعني حضور مكتف يعني في الندوه الاولى اللي تتكاينه في هذا الاثناء واللي حاضر لها مجموعه يعني تاع الفلاحه ونتاع المختصين المهتمين من اجل يعني بسط جميع المضامين خصوصا النصوص التنظيميه لهذا القانون. فبالنسبه لنا هذه الدوره كذلك فهي فرصه للتلاقي بتواجد العائلات الرعويه، فرصه كذلك اننا نشوفوا الثقافه ديالهم ونشوفوا كيفاش يعيشوا، نشوفوا يعني واحد الاجواء اخويه بين جميع العائلات وكذلك مع الساكنه. فالبارح مثلا يعني جهات الداخله كانوا داروا واحد الحفل صغير تيعرفوا فيه الثقافه ديالهم تيعرفوا بالفنون ديالهم بالشعر وكان واحد الحضور جد كثيف نتاع الساكنه المحليه وكذلك حضور يعني اطر نتاع وزاره الفلاحه. الشيء الاخر هو التواجد نتاع 50 تعاونيه وطنيه يعني اللي كاينين هنا بالاضافه ل 62 تعاونيه يعني محليه وما بين يعني المنتوجات المحليه والصناعه التقليديه. وهنايا تنعطيو فرصه حتى يعني التعاونيات المحليه انهم يستغلوا فرصه تواجد يعني زوار تيزنيت من اجل يعني البيع نتاع المنتجات ديالهم. جينا المعرض هنا ديال المراعي، الجمعيه الاقليميه فيها المطافي وفيها سيتيرنات وفيها الفحوله، شدينا عده مشاريع في اقليم سيدي يفني وكنشكروهم بزاف، وشدينا واحد الموتور ديال الماء باش بقى نهزوا الماء. المراعي ديال سيدي يفني المهم كنشكر دي بيا وكنشكر الفلاحه ديال سيدي يفني بزاف بزاف، وكنشكرهم بزاف على صب المعرض وعلى المنتوجات. وعندنا التعاونيات هنا ديال الفلاحيه كيديروا اركان وكيديروا المنتوجات بزاف، كنشكركم بزاف بزاف. شكرا. الرحمن الرحيم. وزير ابراهيم عضو اكرم سيدي يفني وربي المعز جماعه تيغيرت والنواحي تيغيرت. انا كنمثل المنطقه كامله وكنطلب من الناس يدير الاهتمام بهذا الاغنام والكسابه كل شيء، لان الا خلينا الكسابه وخلينا الفلاحه راه صافي مشينا للهويه. وكنشكركم وكنشكر السي عزيز خنوش الله يجزيهم بخير، وكنشكر سيدنا الله يطول في عمره وعيشه الملك الله ينصر سيدنا. ومرحبا بكم مره اخرى ان شاء الله. وكنتمنى من عزيز خنوش راه جارنا وصديقنا يزور المنطقه ديال تيغيرت، وكنبلغ ليه ذاك التحية ديالي والتحية ديال المنطقة وكنرحب به مرة أخرى وشكرا. وفي هذا الإطار ونظرا للدور الكبير اللي كتلعبوا المجالات الرعوية قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.